اهلا بيكم في المحاضره الثالثه للهير كير برودكتس. هنتكلم النهارده على اول برودكت وهما الهير دايز. دي الليرنينج اوتكمز اللي انا لازم اطلع بيها من المحاضره، ان انا اعرف ايه الديفينيشن بتاعه الهير داي، وات ار ذا فاكتورز ويتش افكت ذا ارتفيشال هير داينج بروسيس، وات ار ذا بروبرتيز اوف ان ايديال هير داي، وات ار ذا ديفرنت تايبس اوف هير دايز، اند وات ار ذا بريكوشنز to be taken during using the hair dyes. What is an artificial hair dye? Hair dye is composed of chemicals. تتكون من مواد كيميائية بتستخدم لتغيير لون الشعر الطبيعي للشخص. بتستخدم غالبا لصبغ الشعر، لصباغة الشعر الأبيض، أو بتستخدم من الشباب علشان تغيير لون الشعر. طبعا صبغة الشعر الجيدة لازم تديني لون يميل الى اللون الطبيعي للشعر، ما يبقاش فيه حاجات قض ولا الوان لونها فاقع جامد او الوان لونها باهت، لان بتعتمد على ان الداي ده كمان بيدخل جوه بيعمل كروسنج للكوتيكل من خلال البورز بتاعته، ويستقر في الكورتكس وبيتفاعل في داخل الكورتكس مع الكيراتين اللي موجود في داخله. The factors which affect the artificial hair dyeing process includes the molecular size of the dye, the size of the pores which are present in the cuticle, and the overall number of these hair pores in addition to the condition of the cuticle. يبقى العوامل اللي بتعتمد عليها صبغة الشعر هي المولكيولر سايز، المولكيولر ويت بتاعت الكيميكال كومباوندز اللي بنستخدمها في صناعة الداي، البور سايز اللي موجودة على الكيوتيكل اللي من خلالها هيدخل الداينج ماتيريال. الافرج دايمتر بتاعت البور دي في حالة الشعر الجاف بتبقى 0.5 نانومتر، انما والشعر المبتل مبلول بتوصل الى 4 نانومتر الديامتر بتاعت البور. عدد البورز اللي موجودة في الهير دي لها تأثير طبعا على عملية الهير داي، كل ما كانت البورز دي كتير كل ما بتدي فرصة لدخول الداي إلى الكورتكس، والكونديشن بتاعت الكوتيكل نفسها، إذا كانت الكوتيكل صحية وسليمة دي هتساعد على إن احنا نحصل على صبغة شعر جيدة. What are the characteristics and properties of an ideal hair dye? أول بروبرتي للهير داي الجيد المتميز إن هو يكون هارمس، ما يأذيش الشعر نفسها، ما يأثرش على الهير ستراكتشر، ما يعمل لهاش دامجينج، ما يعملش إريتيشن عند استخدام الصبغة، ما تعملش إريتيشن وسنسيتايزيشن للشخص اللي هو مستخدمها. فده أول بروبرتي. تاني حاجة إن هو يكون فيزيكالي وكيميكالي ستيبل، الكالر نفسه اللي مستخدم على الشعر يبقى ستيبل، يعني لو هو هيقعد المفروض اسبوعين او ثلاثه يفضل اللون ثابت في خلالهم، ثابت لتاثير الاير، لتاثير الشمس، لتاثير البراشينج، لتاثير السويت العرق. فالمفروض الثباتيه بتاعه الهير داي دي من اهم الخصائص بتاعته. مهم كمان ان الهير داي دي تكون كومباتيبل مع الاذر هير تريتمنتس، لو انا بستعمل بريليانتين، بستعمل سبراي، بستعمل اي حاجه، مش مفروض ان الحاجات التانيه دي كلها تاثر وتغير من لون الصبغه او تشيلها. الشامبو اللي انا بستعمله مش مفروض ان هو في حاله الحاجات البيرمننت ما ياثرش على اللون، ما يخليهوش بهتان، ما يفتحش اللون قوي. وبالتالي الخاصيه المهمه كمان ان هو في السوليوشن بعد لما بحضر الهير داي لازم يفضل ستيبل، ما يرسبش وما يبقى ما يفصلش، ما يبقى فيزيكالي وكيميكالي ستيبل ان ذا سوليوشن فور يوزد. نيجي بقى للتايبس اوف ذا هير دايز. في عده انواع من الهير دايز بنعملها كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذير penetration ability and the duration of the color on the hair. على حسب قدرة الصبغة دي انها تخترق الكوتيكل وتوصل للكورتكس بنعمل لهم تقسيمة كما يلي. بنقول ان احنا عندنا non-penetrating dyes، دول dyes ما بيتخللوش البورز، ما بيدخلوش جوه الكورتكس، بيفضلوا على السيرفس بتاعت الكوتيكل، ودول بنسميهم temporary dyes.
المجموعة الثانية هم البنتريتنج دايز، عندنا منهم نوعين، السيمي بيرمننت دايز دول جزء منهم يخترق الكوتيكل ويروح في يستقر في الكورتكس، وجزء بيفضل على السطح، دول السيمي بيرمننت. البيرمننت دايز دول كلهم بيدخلوا في داخل الكورتكس ويتفاعلوا ويدوني الكالر اللي انا عايزاه. اللاد اسيتيت ان بروجريس هير دايز دي مجموعة تالتة هنتكلم عليها بالتفصيل. اول مجموعه هم التمبوراري هير دايز وبنسميهم كمان نان اوكسيديتيف عشان نفرقهم عن المجموعه بتوع البيرمننت دايز. دول لهم لارج بارتيكل سايز، الموليكيولر ويت بتاعتهم كبيره، البارتيكل سايز بتاعتهم كبيره، ما بيقدروش ان هم يخترقوا يعملوا بينتريشن ثرو ذا كيوتيكل لاير، سو ذي ار ادزوربد اون ذا سيرفيس اوف ذا هير شافت، وبيبقوا طبعا نتيجة ان هم ما هماش ثابتين في داخل الشعرة او الكورتكس بتاع الهير شافت. الشامبو مجرد بعد اول شامبو اللون بيروح، ودول بيبقوا بيستخدموا بيبقوا على شكل اما اسيديك رينسز، بيبقى زي سوليوشن ايكو سوليوشنز كده بيبقى اسيديك ان نيتشر، او بيبقوا على هيئة شامبو. الكالر رينسز دي بتتباع على هيئة دراي باودرز، بعد كده الدراي باودرز دي احنا بناخدها ونحطها نعمل لها ديسبرشن في ووتر عشان تديني السوليوشن والرينسز. الدراي باودر دي بتتكون من خليط من الداي، بيمثل بكتير 2% الداي في الباودر فورم، و 98% من الاورجانيك كريستالين اورجانيك اسيد اللي هو غالبا بيبقى التارتاريك. وده اكزامبل للتيبيكال فورمولا بتاعه احد التمبوراري هير دايز، متكونه من الاف دي ان سي الفود اند دراج اند كوزمتيك اورنج كالر وريد كالر وفايلت كالر مع بعض بنسبتهم لا تزيد عن 2%، وكريستالين اسيد محطوط بنسبه 98% زي ما قلنا قبل كده. النوع الثاني هو السيمي بيرمننت دايز، هم بيتبعوا البيرمننت دايز ولكنهم نان اوكسيديتيف. الموليكولر ويت بتاعهم بيبقى اقل من 4 نانومتر، وهو الحجم الاصغر من الهير بور لما الشعر بيبقى مبلول. هم عندهم قابليه ان هم يدخلوا الكيوتيكل في الشعر في الويت هير لما الشعر بيبقى مبلول، بيقدروا يخترقوا البورز الموجوده على الكيوتيكل ويوصلوا جزء منهم للكورتكس، ولما الشعر بينشف بيبدا بيقفل البور بتصغر عليهم تاني، فبالتالي الهير بارتكل الداي بارتكلز دي بتبقى محبوسه جوه وبتعمل ريفلكشن للكالر اللي هو بيبقى مخصص له. مفيش كيميكال انتر اكشن، مفيش كيميكال رياكشن في هذا النوع من انواع الدايز. هم عباره عن ميكتشر خليط من الهير كالرز، ولو احنا عاوزين الهير كالر ده يبقى لونه غامق بنضيف حاجه اسمها الموديفاير اللي هو التترا امينو انثراكينون لونه بلو بيدي مور داركر شادو. هو بالنسبه بيبقى مور ريزيستنت عن التمبوراري، بيصمد الى من 6 الى 8 مرات شامبو بيستخدم، وبيفضل الكالر محافظ على شكله. دول الكالر نايترو دايز، الاولاني اللي هو الداي نايترو امينوفينول اللي هو البيكراميك اسيد، وده بيديني ديب اورنج ريد كالر. النايترو فينيلين ديامين ده بيديني ديب يلو، وبيتخلطوا مع بعض عشان يدوني انترميديت كالرز. ولو احنا عاوزين زي ما بنقول نغمق الشعر شويه بنحط الموديفاير اللي هو التترا امينو انثراكينون. ده وصف للميكانيزم اوف هير داينج. احنا السيمي بيرمننت دايز دول زي ما قلنا قبل كده بيبقى عندهم ميديم سايز موليكول اقل من 4 نانومتر، بنعمل تريتمنت للشعر يا اما بنبله عادي يا اما بنستعمل كمان سلايت الكالاين ليكويد علشان يعمل سويلينج للكيوتيكل عشان البور توسع، وبعدين نروح عاملين ابلكيشن للداي بتاعنا، فيروح السام كالرز منهم هتروح داخله جوه الكورتكس، وبعض الدايز البارتكلز التانيين يعملوا كوتينج للكيوتيكل من الخارج. بعد كده على طول بنستعمل سلايتلي اسيديك افتر رينس، نعمل رينسينج باسيديك ماتيريال علشان تستوب الالكالاين رياكشن،
وتعمل كلوزنج للكيوتيكل. فبيبقى شويه دخلوا خلاص بقوا انكرابت جوه الكورتكس وشويه تانيين موجودين على السطح. ده الميكانيزم of hair dying of the semi-permanent dye.